سادة والسادات ضيوفنا الأعزاء كله من داخل مكتب حفلات وكيل أعمال الفنانين أخويا مصطفى الحلواني بنحييه تحية جميلة على أنغام الأسرة الموسيقية. أيها السادة والسادات ضيوفنا الأعزاء عايشاركنا اللقاء وحسن اللقاء على المنصة الفنية نجم الإذاعة والتلفزيون نجم شعبيات نجم قناة المولد نجم أفلام السبكي إلينا لكم نجم مصر النجم الفنان حسن عبد الوهاب الصقر بتاعنا بنحييه صقر البلد صقر حبيبي يا عمر انا بيك احلميت احبك ودك حيلي ويا زين عن جم الليل يا مسيريت انت قليب محمد باشا كسر ابو سيد قلبي نيت حبيبي يا عمر انا بيك احلميت واحبك ودك حيلي ويا زين عن جم الليل يا مسيريت يا دمعتي لا تنزلي قلبي عليك ويغلي غليك بحب ما ودوم صار لي سنين هم اخواني وهم اهلي انت قلب قلبي اني حبيبي يا عمر انا بيك احلمي وحبك ودك حيلي ويا زين عن جم الليل طب يا مسيري ويا دمعتي لا تنسدي قلبي علي قومي اغلي غلي احب وما ودوم ما هعب مؤمن ابوك راجل بس يا اللي ترفعي انت جالي قلبي اني حبيبي يا عمر انا بيك احلمي احبك ودك عريس يا زين بحب العريس يرفع ايده كده كده طب انت جالي قلبي اني حبيبي يا عمر انا بيك احلمي احبك ودك عريس يا زين عن شوم الليل يا مسيري يا دمعتي لا تنسني قلب عالجهم اغلي غلي احب ما ويتهم صار لي سنين بحب ما حبهم يرفع يا بابا يا بابا يا صالح الحال يا رب مصطفى الحلوى وارجع تاني واقول لك مشكلتي ان انا طيب بزياده تبتدي عايزه البسمه خدوا مني انا بس العبره يا ساده الدنيا دي بسمه مشكلتي ان انا طيب بزياده تبتدي عايزه البسمه خدوا مني انا بس العبره يا ساده الدنيا ملهاش لازمه كلها انا فيه احب السيد بنشوفهم في الأزمة أبوك الراجل بس يا اللي تعمل كده 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 بحر الكنجل طلع في عيال حاجة زي جدعان الشط ما فيهوش يا مها سلكان ده كاسة طفحة كل حرفيش عندك خافة فيش بيحكوها فينا ومش قصوم ولا طبعين الكلام عمد القناة سالة عامل حياتي يلا طبيعي اللي بعتوني وقدرتوا تنسوني
على بكره هاتوني هقول لكم بار مش واقفه عليكم ولا هتحيوكم والله طعنتكم اصفلكم مشكلتي ان انا طيب يا ناس تبتدي عايزه